هذا المسلم الامريكي عنده تاتو، عارفين التاتو؟ وذ مين يقف تاتو؟ عنده وشم، والولد وشم كل وشم. فسبحان الله، فجلس اللي هو كذا بتكلم معه، ما كلمته عن الوشم نهائيا. فجلست قلت له كيف حال الاسلام عندكم؟ اسلم من 3 سنوات، اسلم عن طريق المسلمين الافارقه، المسلمين السمر السود اللي فين؟ اللي في امريكا. ولد خاله كمان اسلم، وهو دعا واحد من اقاربه الثاني اسلم، وهكذا الى غير ذلك. قال بس ولد خالتي اللي في فلوريدا ارتد. ليه ارتد؟ قال كان عنده تاتو وكذا، وقالوا له طول ما التاتو في ايدك انت لست مسلما. ان منكم منفرين. مين قال ان التاتو في يدك انت مش مسلم؟ مثل هذا، مثل مجموعه من الصينيين اسلموا، فقام اخذهم اخونا في الله راح يعمل لهم سيركمسيشنز، صح كذا؟ لا قلت صح انا؟ بيعمل لهم سيركمسيشنز، بيعمل لهم ايش؟ راح يعمل لهم ختان. قالت ما تودينا فين؟ قال ختان، ختان مين؟ ووزع مين يقف سيركمسيشنز؟ ايه الموضوع ده؟ قال يعني عندك انت في احليلك حنقطع لك ايش؟ قال لا 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 لا، ارتدوا مش عايزين. يا اخي الحبيب، ايهما اولى؟ ان يسلم ولا انك انت تعمل له ختان الان؟ هذا مو سيدنا ابراهيم عليه السلام الذي اختتن بقدوم عمره 80 سنه. دول لسه ناس، ها يعني هو لسه في الكي جي. طبعا هو في 3 سنوات، قلت له انت الحمد لله تحركت من كي جي الى جريد. فتره الكي جي الكريتيكال، المرحله الحرجه في الاسلام، عديتها. انت الان دخلت جريد 1 كده فين في الاسلام. ليه؟ لانه بدا يقولوا له طول ما انت مطول شعرك انت مش مسلم. والله انا بحكي لكم هذا الواقع بالفعل. يعني هو يحكي لي يقول عشان كده ارتد. قلت له معلش، هم دول اخطاوا من حماسهم، اخطا من شده ايش؟ الفرح. من حماسه هو قال لك ايش؟ ان التاتو حرام ولازم. فجلس كل شيء ما يعرفه فقه الاولويات. طيب وش الدليل ده؟ النبي قال لمعاذ انك ستقدم على قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه، اول ما تدعوهم اليه ايش؟ شهادة ان لا اله الا الله. فانهم اطاعوك لمثل هذا فامرهم ايش؟ بان الله افترض عليهم ايش؟ 5 صلوات. فانهم اطاعوك فامرهم ان الله عز وجل قد افترض عليهم زكاة اخذ، الى اخر ايش؟ الحديث. عند البخاري ايضا من حديث قصة فتح خيبر، لما النبي قال لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه انفذ على رسلك ولا تلتفت، قال فمضى ثم سأل ولم يلتفت، هو ماشي كده والنبي وراه عليه الصلاة والسلام، فقال إلى ماذا أدعوهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال إلى لا إله إلا الله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا الأولى أنك أنت تنقذهم من فين؟ من النار. النبي لما دخل في الصحيح على الصبي اليهودي الذي كان يخدمه قال قل إيش؟ قل لا اله الا الله. فقال لا، قال الحمد لله الذي انجاه من ايش؟ من النار. فانت الان لما تاخذ من لا منها من الكفر الى الاسلام، بعدين الفقه الثاني في الاولويات توضح له ايش؟ الامور. ان الجير فريند هذه حرام، ها؟ ان الدرينكينج اوف واين ايش؟ انه حرام. ان التاتو انه حرام، وهكذا. ان الحلق هذا اللي حاطه في ودنك هذا انه ايش؟ انه حرام، باسلوب يكون اسلوب محبب له، البيئه مختلفه، وهدول الناس كل شيء كان عندهم ايش؟ كل حلال في حلال. كل شيء عندهم لا حرج، افعل ولا حرج والعياذ بالله. فانت الان نقلت نقله نوعيه، حطيت يده على اول اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين تاخذ معاه. ولذلك شوف، انظر الى الله عز وجل تبارك وتعالى، لما حرم ربنا الخمر، كيف حرمت الخمر؟ تدريجيا، سكيلز، ستيب باي ستيب، واحده واحده وانت ماشي. مش ليه؟ لان الناس هذول كان حياتهم في الخمر، يصحى هو يشرب خمره وينام هو يشرب خمره ويتاجر فيها. بعضهم كان يرتزق بالبغاء وليش والخمور، عنده نايت كلب، فاتح نايت كلب على طول شغال الليل والنهار، عنده القينات وعنده الخمره شغال 24 ساعه. بل كانوا يعدونها انها باب من ابواب ايش؟ من ابواب الفخر. لما قدموا الى بدر قال له خلاص طيب، يعني لقد نجا ابو سفيان بايش؟ بالعير، نرجع. قال لا، نرجع مين؟ بل نبقى هنا وتغني علينا القيان ونشرب الخمر ونذبح الجزور وناكل اللحم، فلا تزال تسمع بنا العرب فتخافنا وتهابنا ابد الدهر. طب
رأيتم؟ فبدت إيش؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما الآية. طيب عرفوا كده أن الموضوع شوية مش صحيح، لكن لسه في الصلاة جاء واحد سكران قل أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بيقوا خلاص إن عند الصلاة ما عاد إيش يسكروا، يعني نزل إدمانهم لماذا؟ للخمر نسبة إيش؟ نسبة كبيرة، لا تجارة ولا صلاة. هنا كان الوقت مناسبا، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. ولذلك يقول أنس والحديث في الصحيحين قال كنت أدور بالخمر في بيت أبي طلحة، قال ونزلت الآية وإن أحدهم إيش الكأس فين؟ على شفته السفلى فأنزلها وأراقوا دنان الخمر حتى سالت بها طرقات المدينة. عن طيب نفسه خلاص، ما قال بس أكمل إيش الرشفة هذه لا، مباشرة رماها انتهى. فكذلك لما تتعامل مع المسلم إيش الجديد بهذه الصورة، فقال لك كله حرام حرام حرام، وأنا لسه قالوا لن تكون مسلما إلا أن تشيل التاتو. طيب ده التاتو أنت عارف معمول بإيش، إبر وداخل ويعني وشيء عجيب، يعني عشان يشيله لازم يجيب إيش H2SO4 كونكهيت سلفريك أسيد وهيدرولوكري أسيد وعمليات وجراحة ممكن إنه ولا يحتملها. إذن هو يدخل في الإسلام الأول ولما يقوى بعدين نوضح له شيئا فشيئا الأمور هذه، لكن الأمور العظائم الزنا اللواط اللي كذا نوضح إيش نبدأ نحن نمشي معه فيها. هذا فقه مهم جدا في الدعوة إلى الله يا إخوان، بالذات للتعامل مع المسلم إيش مع المسلم الجديد. فقلت له ارجع له في الوردة وخذ بيده مرة أخرى وفهمه إن هذا من الحب ومن الحماس من الشباب. لذلك نقول، وأنا ليه أنكر على التبليغ؟ ما حد يزعم من هذا الكلام، لأنهم يذهبون للدعوة من غير إيش من غير علم، فيضل الناس ويضيع الناس. لا بد يكون عندك علم يا أخي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على، قالوا على بصيرة يعني على علم. لازم تعلم ولازم تكون عندك علم. النبي لما قال بلغوا عني ولو آية، ما هو المقصود بها؟ أن تبلغ الآية التي أنت إيش تعلمها والتي أنت تعرفها. ولذلك النبي كان يبعث علماء الصحابة في الدعوة إلى الله، علي بن أبي طالب، معاذ بن جبل، مصعب بن عمير، هذول علماء أكابر، أعلم الناس بالحلال والحرام، أقرأ الناس للقرآن. ما كان يخرج الجهال لكي يكونوا في هذه الأمور.